تتكدس هذه المستوعبات الحديدية في أرض مرفأ بيروت، تصبح جزءا منه ومن مشهديته، تشي بأموال طائلة تدرها على خزينة الدولة، على أن الحال ليست كما نشتهي. ففي هذه المستوعبات ما لن تتعرف إليه أعيننا ولا أعين الجهات المختصة، هو عالم سفلي قائم فوق الأرض، يعمل أبناؤه في وطح النهار جاعلين من الحذاء برادا. كيف؟ فتشوا في دفاتر المكاتب الجمركية، وابحثوا عن دفاتر تجارية لن تجدوها، وشركات وهمية لن تصل إلى أصحابها، وصناعات وطنية لن تجد من يحميها، بل من يطعنها بسكينها. أهلا بكم إلى عالم تهريب الأحذية المستوردة في مرفأ بيروت. سيقولون دع عنك محاربة الفساد والتهريب في مرفأ بيروت، ما شأنك أنت وحماية الصناعة الوطنية؟ هنا إمبراطوريات قائمة منذ الحوض الخامس، هنا شخصيات نافذة لا قدرة لك ولا قدرة للدولة على مواجهتها، هنا الدولة ضمن الدولة، هنا مغارة علي بابا، وأنت حتما لست علي بابا. افتح يا سمسم. مضمونة؟ جربت؟ طيب اللي شي بحث؟ مرحبا مدام سامية، معك رياضة باسم في التلفزيون الجديد. كل مرة على احترامك. نحن ما نفتنا العلم السفلي، إذا بدك بيصير في الكومبينات ونعرفوا نحن نشهر، أكيد نشهر. نحن هلأ نحن شفنا كيف تصير المفاوضات. كله بدي يستول، هو بيقول لك العشرين قدم مقطوعة 11,000، هلا أصلا مقطوعة يعني شو ما كان بقلبه هو 11,000. ما الذي يجعل معمل أحذية يتحول نصفه على الأقل إلى مرآة بسيارات، على الرغم الرسم النوعي الذي فرضته الدولة على الأحذية المستوردة عام 2002 لحماية الصناعة الوطنية؟ أسئلة بحثنا عن أجوبتها عندما تبقى من الجسم الصناعي للأحذية الذي كان يقارب تعداده 60,000 عامل في مطلع تسعينيات القرن الماضي. مرحلة ما بعد العام 1994 لهذه الفترة شهدت فيه عملية الاستيراد الأحذية الإغراقية، عرفت يعني استيراد قياسي كان ما بعد العام 94. بهذه الفترة يعني عدد كبير من المصانع أقفل، حوالي 3,000 عامل تم صرفهم. هذه قبل الألفين. قبل الألفين، هذه ما بعد. بعد الألفين. بعد الألفين حالياً تعداد العمال على مستوى لبنان يعني بدك تقول في بحدود حالياً 6,000 عامل، يضاف لإلهم 1,500 عامل من عمال الدباغة. لسبب ما بدا كما لو أن الرسم الجمركي النوعي لم يكبح انهيار الصناعة الوطنية للأحذية. فماذا تقول المصانع التي لم تدخل بعد في طور الانقراض؟ سنتين حسينا بتحسن، بس بعدين صارت قصة التهريب، حسينا وكأنه عم بلش السوق يرجع لورا. فنزلنا بال 2008 و2009 نزلنا على الأسواق وصرنا نشوف شو المشكل. فتفاجأنا بهذا الموضوع، تهريب الماركات اللي هو كان عكبير مش عصغير، وتفاجأنا انه ملين المحلات كلها منه، وهذا السبب اللي عم خلينا نتراجع لورا. فهون طرحنا المشكلة عدة مرات، حتى نزلنا على المديرية العامة للجمارك، فعملوا لنا بنامينا قد نص لبنان لنقدر كل كونتينر بفوت على البلد لهون نشوف شو في بقلبه.
هو التهريب إذن، الذي لا يخفى أن أحد أوجهه الناجعة هو عملية التهرب الضريبي والجمركي. التلاعب بالبيانات الجمركية أمر ممكن. هلأ يلي بيزيد الطين بلي أنه نحن منجبي غير الرسوم الجمركية، منجبي التي في آ، يعني التي في آ بواقع الحال 80 أو 90% من قيمتها هي بواقع الأمر مجبات على البضاعة المستوردة. وبالتالي أي واحد بيقدر على الفوتة يقلل قيمة الشيء اللي عم بيستورده بيصير عنده أفانتاج فظيع على منافسينه وعلى المنتج المحلي. المنتج المحلي بتطرقه بالتي في آ، لأنه المنتج المحلي بيخضع للتي في آ هو بيكون زمط بحجج مختلفة، شيء أنه بيغير السعر، شيء أنه بيغير التصنيف، شيء أنه بيسميها أنه هيدي مقطوعة، شيء أنه بيعتبرها بيلي أو أي شيء. أي شيء؟ هنا بيت القصيد. فإذا كان من المفهوم أن يؤدي التلاعب بالبيانات الجمركية إلى خفض ضريبة على القيمة المضافة، تبقى السبل التي تسمح بالتهرب من الرسم النوعي على الأحذية غير واضحة. إنه هلأ أنت جيب حيلا صباط من الصين، شوفوا أي سكربين من الصين، سبادرين من الصين، إنه فتش الطلع بتلاقيه إذا مزبوط، يعني مثل ما عم بينباع بأقل من كلفته. هيدا قديش واقف عليه بالصين وقديش دافع عليه ضريبة مفروض ورسم نوعي وكلفة شحن وزيارته للصين لراح شاب شاف البضاعة، كيف عم ببيعه $8 و$9؟ هيدا أقل شي كلفته مفروض توقف عليه $15، عم بحكيك تحت الرقبة. هذا التاجر يعمل وفق الأطر القانونية، أي أنه من المتضررين بسبب الوسائل غير القانونية، على أنه يفضل أن تبقى هويته طي الكتمان حتى لا تتحول سيرته التجارية إلى جحيم في مرفأ بيروت. هو أنت كل اللي بيصير أنه أنت بتروح عن إكس أواي من الناس اللي هن مخلصين جمركيين معروف عنهم أنه بفوتوا تهريب، بكون أنت شخص ما بالضرورة عندك إذاعة تجارية ولا عندك حتى محل ولا عندك شركة، ما بتدفع TVA، ما بتدفع ضرائب، ما بتدفع أرباح سنوية، ما بتدفع شيء، شخص عادي تروح لعنده بتقول له أنا بدي جيب كونتينر 2-3 من الصين، اللي هو في شيء اسمه 20 قدم، في شيء اسمه 40 قدم، بتقول له بدي استورد، هو بيقول لك 20 قدم مقطوعة 11,000. هلا أصلا مقطوعة يعني شو ما كان في بقلبه هو 11,000. طب ما هو إذا بقلبه أحذية معروف إنه فوق الركبة $5، تحت الركبة $3، لما عم نحكي بعشرين قدم عم نحكي تقريبا ب400 كرتونة، الكرتونة بتساعد تقريبا 12 جوز، نحن لما عم نحكي $5 يعني عم نحكي $5 على الجوز. طب كيف تطلع معه $10,000؟ هو بس الشحين بده يبعثه من الصين، في شيء اسمه بوليس شحن، بالبوليسة بدهم يحطوا، شو بدهم يحطوا بالبوليسة؟ بالبوليسة بحطوا بدل ما يحطوا أحسن بحطوا برا الطيط. هو لما يحكي مع الشحين من الصين بيقول له حط كل مرة شيء حسب أدوات كهربائية، برادات، غسالات، اللي هو بيعبي فيه آخر رف من الكونتينر أدوات كهربائية. بحسب الدليل الجمركي فإن عملية خروج البضائع من المرافق الحدودية تخضع لمعادلة مركبة تجمع ما بين التاجر ومخلص البضائع وشركة الشحن والمكتب الجمركي، كما توفر نظامين مختلفين هما نور ونجم لكل منهما شروطهما الخاصة. ما يعنينا هنا هو مصطلح الأحمر والأخضر. باختصار الأحمر يعني أن المستوعبات ستخضع لتفتيش دقيق، أما الأخضر فيعني دخول البضائع من دون التحقق منها تنفيذا لتوصية منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية لجهة تسهيل التجارة. هلأ هو مفروض أن يكون في تفتيش، أنه بتقلي بس أخرف ولو ما بفوتوا بفتشوا لجوا، بلا مزبوط، بس أنت بالنهاية في شيء عندك بالجمارك نظام اسمه أخضر وأحمر، طالما هو أحمر هالكونتينرات بدك تلاقيها صافي بقلب بور بيروت، بس يمشي الأخضر بتلاقيهم بلش يطلعوا بهالكونتينرات. شو أخضر؟ يعني ما بيتفتش، هو بيطلع له الكونتينر من البور ووصل له إياه مباشرة على المحل. ما معك فواتير، إذا أنت لنقول عامل هالشغلة ما بيكون معك فواتير تثبت إنه هاي البضاعة لك،
اصلا ما بيستوردن على اسمك، هو بيستوردن على اسم شركه من عنده، ربك عليم شو هي هالشركه. بس هون نحن المشكله، نحن واداره الجمارك، انه يا اخوان انه هدول الجماعه اللي عم بيتعاطوا بهالطريقه، هدول جماعه منهم مخلصين جمركيه، واللي بيجوا لمخلص جمركي بيستعيروا الامضه منه، بيقولوا عيرني، بيمضي له البيان وبيمشي هالمعامله. سوبرا هو رئيس نقابة مخلصي البضائع المرخصين التي لم تتمكن بعد من الاستفادة من الشروط القانونية التي نص عليها القانون الجمركي لجهة خضوع المخلص لامتحان قبل حصوله على ترخيص، وذلك بسبب الفائض في العدد بعدما جرى الترخيص لعدد كبير من المخلصين قبل صدور القانون عام 2000. صح عم نقول لك، نحن النقابة هيدي الأشخاص الموجودة مثل الشباب اللي قاعدين معنا، ما حدا بيقبل إنه اسمه يتبهدل. في أشخاص أنا قلت لك في عالم بعدها بتشتغل بطريقة منا شرعية، ما هيدول الشبيحة اللي إحنا اللي عم نحكي عنهم، واللي نحن بآخر فترة طلعنا عن وزير المالية وإنه لو عالي الوزير نحن رح نسكر مكاتبنا ونعطيك الفتي. تجار يعمدون إلى التلاعب بالبيانات الجمركية، مكاتب تخليص بضائع تعمد إلى تنفيذ هذه المهمة بطرائق ملتوية. بدت المعطيات واضحة وجلية بالنسبة إلينا، ولكنها كانت بحاجة إلى التدقيق. هكذا أرسلنا عميلا سريا بصفته تاجرا إلى 2 من كبريات شركات تخليص البضائع التي يرتبط اسمها بعملية التلاعب الجمركي. $4 تنعتبر $24، عندك 6000 ضرب 3 18000 بلس 10% تبعهم 19800، وعندك حقهم 24000 وشحن 2000 26000، بيدفع عليهم 2600 تبقى بيطلع عليك الارض، وعندك رسم فور ب 20 قدم بحدود ال $600، وهذا تجريم $250، وعندك مصاريف الترانزيت انت بتفوت شرعي. حبيب قلبي خلي عندك الشحن من الصيدا برا لهون يعني بحدود بعتقد على ال 2400 $2500 ومصاريف المكتب شيء $600 $700، يعني بيطلع على قد تقريبا بحدود 26500. مبلغ كثير كبير. ايه مبلغ كبير. ايه مبلغ كبير احذيه يعني، ما هو الاحذيه والالبسه عليهم. طيب عارف. اذا حدا بده مثلا ما في يجيب على دفعتين على كذا انه يهون هذا المبلغ، اذا قلنا شرعي اذا قلنا فيك تجيبهم جروب فجر كمان شرعي هذا الشيء؟ هذا شرعي، انت عم تحكي شرعي. اذا مثلا مش قصه مش شرعي، اذا شيء انه اذا واحد فيه يعمل شيء مش شرعي انه ليفوت هيك شيء ما بيحطوا بقلب البضاعة اشياء مثل مراوح وهيك اشياء بتخف المبلغ. ما بعرف انت اخبر عن الموضوع، انا بعمل اشياء اولية عم بسأل. انت مين بعدك عندي؟ طب احكيني انت بعد الظهر؟ في الشركة الأولى التي تبين لاحقا أن مالكها مخلص مرخص غير منتسب إلى النقابة، لم ننجح في إثبات التهمة بعدما توجس المخلص من أسئلتنا. أما في الطابق الخامس من مبنى الصحناوي في محلة الدورة، فقد كانت الأمور مختلفة تماما في شركة رماري روفايل جروب للتخليص والشحن. أنا كنت حاكي مع سامية مشان الصين، مشان أشياء من الصين كانت كنت قايل لها أنا عدد القدم وهيك، وكان في موعد بيني وبينها. ماشي طبعا اوكي، ما بعرف اذا فيك تساعدني انت. هي عباره عن شوزات فوق الركبه 20 قدم، يعني مبلغ 30,000 دولار في انا وشريكي. وفي هو جو فرحه المشرف على البضائع في مرفأ بيروت على ما يقول موقع الشركه. قلت لها اول شيء انه قالنا بطريقه شرعيه، قلت لها المبلغ كثير غالي، قالت انه في كذا طريقه. فكان في عندي مواعيد انا فبدي اعرف شوي انا وشريك، يعني هي اول مره بدي اعرف شوي كيف القصه، يعني قد المبلغ بيبقى علي وشو القصه بدي اعمل يعني. ب 20,000 11,000 اوكي. كله شو اذا قلنا الطريقه الثانيه مش اوكي. بدي لي شو الاسلوب شو الشغله يكون انا مش عارف وشريكي مش عارف احكي. بتجيبوا مثلا انا رح نطلع لك اياها. بتجيب؟ اسمنا نحن ونحن مطلع لك. اوكي. مش مشكلة. بتجيبوا اسمنا نحن مطلع لك اياها. اسمكم هي اسم الشركة. شركة. اوكي. نحن مطلع لك اياها. طب انا مين مع مين بحكي بالصيني هون؟ هذا
هاي التفاصيل بدك تحكي مع مدام سامية. مع مدام سامية. طب كيف انتم بتطلعوا يعني انه كيف يعني؟ ما عليك انت بتصير بتطلع عندك بقول لك كل التفاصيل بدك تعبي. لا اذا انا اذا بتقول لي كل شيء لانه الموضوع صار كثير جد يعني ما عادش معنا وقت كثير. لا 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 مين الكل عم تعمل انت ما بتقدر تعطيني ال بس يعني في شخص بيساعدني انه انا اقدر اوفر بهذه الاشياء ومضمونه مجربه طيب اللي شيء بعد كنت قايل لك انا مشان السين انه خلص انه اتفقنا بس انا كنت بدي اعرف عنك اشياء اكثر يعني حتى اروح منطقتك من اروح منطقه لام عصير اروح منطقه جوانغزو اوكي احنا اتفقنا 20 قدم حبيبي بس ما عارفين شو يعني بدي اعبيها كلها بضاعه كلها شو زيت كذا شفت الطريقه بدك تجيب شو بتعبي شو بتسكر اخر راستين سامية نصر مسؤولة العلاقات العامة في الشركة على ما يقول الموقع الإلكتروني للشركة نفسها انت بدك تجيب اسمك مش على اسمي ايه بل. في انت شو رايك انت في عندك شركه جمرك اسمك لا مش عارف انتوا عندكم مكتب هونيك حدا نحكي معه عندكم فرع ما عندي مكتب ايه انا اخر شيء بدي اعبيها غير بضاعه شو هي بضاعه انت حسب شو فيك تجيب مع بضاعه انا انتوا شو مثل شو شو بتنصحيني انا عم بقول لك شيء انا عندك كل بضاعتك شو لك باكيت ليست لألا بفور ماني بوي حاعملها انا بقلك كيف كيف بعملها انت بتشوف شو بتضاعها بلكي بعملها من الاسم بس عشان نحنا يكون في عنا هذا اللي اتفقنا عليه السعر ما يكون هذا تقدر انا بدي اعرف شو حجم بضاعتك يعني اللي حقه كم بوت لا تستاهل اني العب فيها ولا ما لا حتى انا من الاساس عاملها على اساس انه يتلعب فيها اما اذا كنت بضاعتك وصلت ل20 بكلفني اذا بدي العب فيها اكثر من بكلفني اذا بكمل القانوني لا بكمل القانوني يعني هون الطلبيه تبعيتك قلت له شو بتعملوا شو بتحطوا حسب كل مره شو مثلا ما في يحدد لك هلا يعني هلا وقت بتقعد تشحن بتغير كثير يعني وقت بده ويمشي الكونترولر قبل ما انت عم بتحمله بقول لك انا وحاضر لكن انا بدي شو مطلوب مني انا اعمل هلا اول شيء جيب البروفايل بقى طلبت مسؤولة العلاقات العامة فاتورة بالبضائع التي يريد تاجرنا المزعوم استيرادها فكان لها ما أرادت فاتورة مفصلة بالعملة الصينية تعادل ما يقارب 27,000 دولار ولا يفترض برسومها الجمركية ورسوم شحنها أن تزيد على 20,000 دولار شريكي راح على الصين وشاف البضاعة وجبنا بريفورما للموضوع تجيبه على اسمه ولا على اسمك؟ على انا ما عندي على اسمي ولا على اسمكم؟ جيبه على اسمك. ما عندك شركه؟ لا. طيب قبل ما تحمل ثلاث اربع ايام بتحكي لي لانك بدك تجيب شيء تسكر البيت. انا بدي اعمل هيك شيء. هلا انت وقت بكل ما تكون حمل انا بغير بقول لك مش قبل حمل شيء ثلاث اربع ايام. أو كهربائيات أو بلاستيك كوتشنات أو كهربائيات مثلا مايكروويف تلفزيون فيديو ميديا مثلا هيدا 40 ولا 20 محمد؟ فكرة رخصة أو رخصة شو ممكن نحن؟ شو ممكن نعملها بطريقة؟ قدامنا نرجع قدامنا نوفر بهالطريقة Okay.
بس بدك تمرق لعندي نهار تشخصن على مضبوط مين بدك تكون وكل شيء قبل ما بالأدلة القاطعة وفي واحدة من الشركات الرائدة في مجالها كما تعرف هي بنفسها. اثنان من إداريها يتحدثان لا بل يشجعان التاجر المزعوم على التلاعب بالبيانات الجمركية، تارة بالقول وطورا بتضخيم الرسوم الفعلية المتوجبة عليه، ولا يمانعان في استيراد بضائع بكمية تجارية لشخص لا يملك شركة ولا سجلا تجاريا. كان لزاما علينا مواجهة إدارة الشركة بالمعطيات المتوفرة لدينا. مرحبا مدام سامية، معك رياضة باسم تلفزيون جديد. عندي استفسارات عليك تسمحي لنا؟ بس بعد لا هلا بليز. عندي ناس تصور ما هو لأنه يعني انا مثل ما بدك انت، بس لانه في شيء له علاقه بالشركه عندكم. بس تسالني قبل ما تبلش تصور. لا ما هو يعني بدنا نحن عم نعطيكي حق الرد. بس اذا ما في بدي فرجيكي على شيء انا. تفضلي. اخذ رايك فيه. تفضل. لاحظوا بأن مسؤولة العلاقات العامة في الشركة هي من قامت بالإشارة إلى المدعو رفايل بصفته مديرا للشركة لا نحن، تذكروا ذلك جيدا. لا بس لقلك ليش، لأنه أنت معنية فيه للموضوع، في إلك تسجيل يعني هلا هذا في تسجيل لشخص وفي تسجيل. نحن يعني ما لنا جايين بصدد نتهم حدا ولا شيء. بدك لحظة أنا جاي عم يعني ما هو مصور ما بدي حدا ما لا لا اكزاكتلي. هلا طبعا هذا الشيء انا ما عندي حق الا اذا انتم طبعا بعدين رفضتوا. هلا انت ما بدك تشوفيه يعني؟ بلا بشوفه. طب شوفي ما بدك تشوفي بس نرجع نعد لك اياه من الاول. بس بدي اخذ حق الرد لانه في شيء وفي شيء لك علاقه فيه انت. مدام سامية شو بدي بالشاب انا؟ بدي باللي موجود عندي هون. شو ردكم على اللي موجود هون؟ هلا مصير صاير بردع كده شو؟ طيب ما بدك تكملي شو تشوفي يعني؟ ما بدي ما بدي؟ مات وين انت موجود؟ فيك تجي شوي لعندي؟ اوكي لا ضروري هلا، في تلفزيون جديد هون في معه التسجيل. انا بدي طب في مشاهد فرجيك على الفيديو اللي له علاقة فيكي؟ أنا ما بهمني الشخص من هو. أنا ما بهمني شو هيدا، أنا بهمني بدي رد منك لأنه أنا هذا مادي مادي عندي. أنا بكل بساطة بقدر كان أعرضها يعني. أنا بدي أعطيك حق. بدك ترد؟ إيه. أوكي عبكرة بكون مصير وفيل مو تيجي لعندي؟ لا ما فينا نحكي هلا مصير وفيل. مصير وفيل مو هون. طيب بس أنت كموظفة شو لأنه أنت. أنا حالة غير ما يكون مصير وفيل. بس لقلك ليش أنه هيدي مادي. أنا عندي الحق القانوني يعني لازم أعطيك حق الرد. بدك تقولي لي انت شو موقفك؟ بس انا ما حرد عليك غير ما يكون صح يعني. ايه بس انه في كلام صريح وواضح انه اوكي ما في مشكله ما عم بقول لك لا، بس وقت بيكون مصير وفيل هون بس لا بس لنوضح يعني في كلام انه في شيء بيتفوت قانوني في شيء بيتفوت مش قانوني. مش مضبوط هذا الحديث. انت مش مضبوط اللي عم تحكي جنبي. ما هن قالوه مش نحن. لحظه انت ما بدك جواب؟ هن لا 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 في لقلي تسجيل كمان عن لسان التعبير. لا لا هو عن لسان شاب اسمه جو عن لسانه. في اثنين حكيوا لحظه لحظه جميل في مسجل عندي انا معي اعترافات. طيب وقت تفكر. لا مش تفكر ما عم انا عم انا بالعكس انا عم بيجي الا وعم بيجي مدام يعني انا ما عندي شيء تجاهك. انا جاي اعطيكي بالعكس بعرف يمكن انت ما خصك انت موظف يمكن هيدي البوليسي تبع الشركه عندك انت موظفه بتقبضي معاش بتنفس السياسي. انا ماني جاي اسمك لحتى رياضه قبيسي. رياضه قبيسي قالت انه ما تصور
غادق بيصير. طيب فتنا عم نصور. فتنا عم نصور. غادق بيصير. يلا. جورج كثير. 03-870 بس ضروري بأسرع وقت يرد علي. أوكي بس تيجي لأنه ما نهار وين؟ أوكي بس بقى بس ما في مشكلة بس بقرب وقت يحكيني مش نحدد موعد لا يعطيني الرد. أنا الجمعة بدي أحط هذه المواد على الهواء. أوكي شكرا. أهلا بقى يغزونا. نعتذر إذا كنا اتطفلنا عليكم بس هدي تعدوا على ما بالعكس نحن ما بلا تعديتوا على المصلحة والله ما تعطينا بس ثاني مرة هلا احترمناك قلت احنا ما انا فتنا باحترام وسالناها قالت ما بتفوت دغري ما بتفوت دغري عم بتصور نحن منا اولاد اليوم الله معكم يلا ماشي مع السلامة. ماشي طردنا على امل مواجهة ما سموه مسيو روفيل وفي الاثناء وفيما كنا ننتظر موافقة إدارة الجمارك على مقابلتنا لإطلاعنا على ما لدينا من معطيات تبين لنا أن مسيو روفيل على ما يقول موقع الشركة ومجلة البيان الاقتصادية ليس سوى حنا روفيل أي عضو مجلس إدارة جمعية تجار بيروت والعضو الفاعل في لجنة رجال الأعمال بأحد الأحزاب اليمينية التي لها ممثلون في مجلس النواب وكان لها ممثلون في مجلس الوزراء ولكن مهلا وفيما كنا نأمل مواجهة مسيو روفيل وصل إلى مبنى التلفزيون كتاب صادر عن حنا روفيل يدعي فيه أننا دخلنا شركة روفيل نسأل عن حنا روفيل وهو يحذرنا من الإشارة لاسمه لأنه وببساطة لا علاقة له بالشركة المذكورة السفينة تغرق وثمة من يقفز من على متنها على أن الفصول الدرامية لم تنتهي هنا دعوة قضائية عبر قاضية الأمور المستعجلة زلف الحسن يتهمنا فيها يوسف روفيل باقتحام شركته وابتزازه ماديا والأهم أن كل ما ورد على لسان الأجيرة في حديثها إلى التاجر المزعوم كان مزحة هو مسيو إكس إذن تارة حنا وتارة يوسف على أن الأهم ليس هنا بل في أن شركة رماري روفيل ليست مسجلة لا باسم حنا ولا باسم يوسف بل باسم ثلاثة أشخاص المؤكد أنهم ليسوا من آل روفيل ونترك للجهات المختصة التحقق في هويتهم أياً كان مدير الشركة كان من الضروري إطلاع مديرية الجمارك على ما لدينا فوجدنا المدير العام بالإنابة لمصلحة بيروت للجمارك هذه المشاكل بتواجهنا كل يوم يعني كان في جمرك في تهريب بكل دول العالم موجوده وين ما كان موجود الجمارك هلا بعد ما بلشوا يعتمدوا طريقه الكونتينرات بالتفويت صارت زلت اكثر واكثر مخاطر التهريب يعني بكل دول العالم هذه موجوده بكل طيب بس انا يعني بس هيك سؤال انا كنت شفت الماده الماده اللي شفتها شكلها عم بينزح الاشخاص مزح؟ ايه هذا عملنا اليومي يعني نحن قلت لك مثل ما قلت لك عندنا 8000 قضيه تسجل كل سنه في عنا 8000 قضيه جمركيه تسجل طيب. مخالفات طيب بس خليني هلا في شيء بيقطع في شيء ما بيقطع اكيد بيقطع على الاخضر ممكن يقطع سؤال هو بيقدر يستورد كمخلص جمركي على اسم شركته يعني لا يمنع على على مخلص البضائع المرخص انه يكون في عنده شركه تجاريه ما له حق يمنع اكيد لانه صار في تضارب حتى بين حتى لو كان شركه شحن لا شركة الشحن غير شيء بس هو يعني بس هو عم يتعامل معه هون كمخلص جمركي صح ولا لا يعني مسيو روفيل اذا ما بعرف الاسم هو حنا روفيل يعني ايه يعني هذا في شخص انه هو مستخدم مخلص بضائع إيه؟ هو ما عنده اسم تجاري لاحظوا معنا مشددا باننا لم نشر الى حنا روفيل بل المسؤول في الجمارك هو من فعل ذلك لدى اشارتنا الى الشركه موضع التحقيق طب كيف عم يعني ما عنده مخلص بضائع مرخص يعني كيف عم بخلص بضائع في انا في كل شخص يقدر يفتح احنا بس نعرف انه في شخص عم بيخلص بضائع لانه بيكون في مخلص بضائع مرخص ضمن الجداول تبع اداره الجمارك رحت وشفت النقل صحيح يلي هو كيف عم يفوت بضائع وهو منه مرخص عم يستعير امضه ممكن يكون عم يستعير امضه اكيد زي اكيد اذا بده يقدر يفوت هو شو عامل جايب مخلصين ثلاثه مستعير الامضه تبعهم وكل واحد بيمشي باسمه بيعطيهم شهريه مشان هيك عم بقول لك انه هذه الامور
نحن بعدنا على خلاف نحن وإدارة الجمارك. هيدي الأشخاص يلي بعدها عم بتعير إمضاياتها يا خيي نفذوا قانون الجمارك. نحن عم نطالب وعملناها بموجب كتاب إنه يا أخي الأشخاص يلي عم بتسيء لهيدي المهنة وقفوها. خلينا نفترض إنه هو مخلص بضاعة. مخلص بضاعة نعم. خلينا نفترض. نعم. بحق له يفوت بضاعة على اسم شركته؟ لا. ما بحق له يفوت. لا بضاعة. اسم شركة لا. ما له حق مخلص بضاعة يتعاطى بأعمال التجارة. لا تضارب لأنه أنا بحكم كوني مخلص بضاعة مرخص بطلع على الأسرار التجارية تبع زبوناتي. بس في منافسة غير مشروع عشان هيك قانون الجمارك ممنوع يكون عنده شركة. ممنوع يكون في عنده شركة. يعني بيقدر يعمل العمل كلياته وما في شيء بيطالب. لا بدك نحن هو مش عم على لا امضاته موجوده واكيد الشركه مش له يعني ما في شيء بيثبت ما في شيء بيثبت على التهمه يعني نحن على هلا يعني انت اذا بتروح تفتش على كونتينرات له ما حتقدر تشوفهم لانه ما في هو ما بيطلع كونتينرات باسمه كمخلص جمركي بدها تشوف مين بيستعير امضايات ليفوت عليهم قضايا بس انا سؤالي استعاره الامضاء جريمه يعاقب عليها قانون الجمارك جريمة بمعنى جريمة جمركية يعني جريمة جمركية صحيح يعني استعارة التوقيع يمنع على المخلص بضائع إعادة التوقيع وكل واحد يضبط بإعادة التوقيع يعني إذا رحت لعنده على مكتبه ما لقيت في عنده السجلات ممسوكة وفقا للواحد أو مثلا معاملة مطلعها باسمه بالجمارك وما موجودة الثبوتيات تبع تطليع عنده هذا قرينة على إعادة التوقيع وقرينة على إعادة التوقيع بيروح حد شطب اسمه للشخص أضف إلى ذلك في عنا غرامة مليونين لعشرين مليون ليرة عن كل مستند من عنده ثبوتيته موجودة عند مخلص البضائع المرخص. مدفع غرامة وخلاص. بدفع رسومة بالرقم. طب الغرامة قد بتطلع؟ هلا هن بيقولوا لك مثلا هو حسب قانون الجمارك توصل لثلاث مرات قيمة البضاعة. ايه. تخفض للمليون ليرة أو لل 500,000 لف. طب هذا الشخص شي مرة ضبطينه انتو اكيد اكيد هلا نحن اكيد وصلنا وصلت معلومات وانا كموظف من قبل ضبطينه شي شركة رفاعي ما هو ما عنده اسم بإدارة الجمارك هلا اكيد بكون تقدر يعني هلا نحن اكيد بنعمل تحرياتنا ونشوف بأي اسامي عم بيطلع في امور بتضل اكيد يعني نحن بنوصل على كل الاجراءات اللي يعني خدها لانه في عنا سر المهن اكيد المعلومات بس انت قصدي انا بهمني شيء انه هيدي مسحة لا ما في مسحة يعني شكلهم كانوا عم يمزحوا هلا ما بعرف اذا الواقعة تتكرر كل يوم احنا في عنا ضبطيات ايه في ضبطيات من هيك هلا العالم السفلي اذا بدك بيصير فيه الكومبينات ما بنعرفه نحن بنجهله اكيد بنجهله هلا نحن هلا نحن شفنا كيف بتصير المفاوضات نحن بنشوف النتائج من خلال الكشف على المستوعب يعني نحن بنشوف ثمرة هذا الكشف اشكال اي مستوعب اذا عم تقول لي ما هو منه مخلص جمرك يعني ما في شيء بفوته باسمه انا اللي بيهمني بالنتيجه قيمه البضاعه بدا واضحا ان مدير مصلحه بيروت للجمارك بالانابه يريد ان يكتفي باكل العنب لا قتل الناطور فيما تعيدنا المديريه بعوده السكانر الى العمل قريبا بعد توقف قصري دام 4 سنوات بسبب نقص في التمويل والشواغر في وظائف الفئه الاولى والثانيه يعني هلا عندك مشكله عدم وجود رئيس مجلس اعلى عدم وجود مدير عام اصيل ما في مدير اقليم اصيل ما في فراغ باداره الجمارك وما حدا عم بيقدر ياخذ اي مسؤوليه لانه كلياتهم هلا بوضع بخافوا يعني انا اي شخص مسؤول بيتصل مثلا بهال بموظف باداره الجمارك بيقول له هيدي مثلا دبر لي اياها بخاف ما عنده حدا ما عنده غطاء ما عنده مرجعيه ما عنده عرفت كيف انه بالاخر الموظف ما عنده غطاء فهون السؤال الكبير نحن عم نخسر والدولة عم تخسر ما العلم انه بنعرف الدولة عم تدور على مداخيل جديدة لسلسلة الرتب والرواتب وعندهم هني مداخيل كتير كبيرة بس هني ما بعرف انا ما بعرف هني غادين النظر عنا هني مش عارفين اذا مش عارفين صوتنا علي افتح يا سمسم قلناها لنفتح الأعين على امبراطوريات من ورق على عالم سفلي يحول الصناعات الوطنية إلى أنقاض
ويفوت على خزينة الدولة أموالاً طائلة. افتح يا سمسم، قلناها لنفتح الأعين. ولحظة في الظلام لا تسلبنا النظر. اللهم اشهد إننا قد بلغنا. يا دبيس، قناة الجديد.